وبعد ذلك تتعرض القصة لمنهج الحياة، وقد تكلمنا فيها بكل زواياها على قدر ما اتسع له الوقت. ثم بعد ذلك يأتي إلى يوم القيامة، تكون القصة القرآنية: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي آية ثانية: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن فالانصراف عن المنهج لرفع الإيجاد في القصة يدل على أن المنصرف عن المنهج لا تصلح حياته في هذه الدنيا ولا حظ له في حياته الآخرة. قد يسأل سائل فيقول: إن الذين ينصرفون عن المنهج في رغب من الحياة، ولو شاء الله كما قال لجعل لهم زخرفا وبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. نقول لهم كما سبق أن قلنا: ليست في النفس قوة واحدة هي قوة شهوة البطن والفرج والكبد، هناك قوى أخرى، وهذه القوى الأخرى تتطلب غذاء، والإنسان السعيد هو الذي تنسجم قواه، فلا تقوى قوة وتغذى وتجوع قوة وتضعف. حين لا يوجد ذلك توجد كما قلنا قوة في النفس تحتاج إلى غذاء، ولكنه لا يعرف كيف يغذيها ولا ما هي حتى يغذيها، فيكون في تحقيقة من العين وفي رغبة. وبعد ذلك إذا استقصيته في حياته وجدت فيه زوايا من زوايا الفقر، وزوايا من زوايا ضيق الحياة، وزوايا من زوايا الضرب بها، والذين يصرفون الحياة إلى المادية الفقر القحة التي تترسد في الطعام والشراب والمأكل والحياة المادية، هم قوم يريدون كما قال المفهوم السلفي أن ينتسبوا بالإنسان إلى مرتبة الحيوان. الإنسان لابد أن يكون صبور. بعد ذلك يقول الحق: حياتهم لا تقف، وإن وضربنا في اللقاء السابق مثلا بأرقى أمة وبأرقى مستوى في المعاد. وبعد ذلك في إحصائيات مرض الأعصاب والانتحار والفرم بالحياة السوري. إذا فهذه شيء وذلك شيء. والضيق ليس هو الضيق المادي، وإنما الضيق الذي يتعب هو الضيق الروح، الضيق المعنوي، الضيق العاطفي، الضيق الذي لا تشعر له بسبب، هذا هو الضيق الحقيقي. ولذلك قال الشعراء: ليس بحمل ما حواه الظهر، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. هذا هو الحمل الذي ينوء به الإنسان، وهذا هو العلم الذي تتكفل الأديان بأن تقتلعه من نفسه. وبعد ذلك يأتي الحق ليقول: معيشتهم في الحياة ضنك وفي الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن فالحياة الآخرة لم تهمل في القصة. وإذا أردنا أن نبحث المسألة بحثا تجاريا، بحثا اقتصاديا، بحثا مبنيا على الربح النفسي وعلى خسارته، نقول للمؤمن: أنت إذا كنت وأنت صغير توجهت أبوك لحرفة، كم تقضي من العمر في تعلم تلك الحرفة؟ لا أقل من 10 سنوات، وكم حرفة هينة 5 سنوات. والذي وجهه أبوه لأن يتعلم متى يقضي حظ العلم؟ في نصف العقد الثاني، في مثلا في 25. نسأل صاحب الأجر والذي ذهب ليتعلم لتكون حياته أرقى ومستواه الحياة أعلى، يقول له: أنت في سن 25، على فرض أنك تلميذ مجتهد وانتهيت من العلم، كم توفر لتعيش متمتعا بثمار ما تعلمت؟ سيقول لك متوسط الاعمار: خلاه 65 70. اذا فقد تعب اهلك وتعبت 25 سنة لترفها المده الباقيه. ولكن المده الباقيه هذه اهي متيقنا ام مظنونه؟ قد يختبر وهو صغير فلا يبلغ هذه المده. إذا فهي مظنونة وغير متيقنة.
إذا فمن ناحيته على فرض أنه عاش إلى متوسط الأعمار محدودة أيضا، ولكنها غير متيقنة بل مجنونة لجواز أن يكون كذا ثم يموت عاجلا. وأيضا فالنعيم الذي تنتظره بعد هذا الكفاح والعمل ما أي مستوى له؟ سيكون مستواه على قدر إمكانياته وعلى قدر تصورك في النعيم. ولذلك نجد البشر يختلفون في تصور النعيم، فتصور النعيم عند المتبدي غير تصور النعيم عند المتقدم. وقد يكون في الحضر في بيئه ناميه فيكون التصور للنعيم في بيئه متحضره اوسع. اذا فتصور الانسان النعيم قابع لعلاقه ان يتصور النعيم له وان تكون عند الامكانيات التي تتصور بامكانياته وبامكانيات المده السابقه. وكل عمل ناجح في الحياه كيف يقال؟ العمل الناجح في الحياه انما يقال بان يعطيك خيره في زمن أطول من زمن الرياضة على الأرض. هذا هو العمل الناجح. لو أن الإنسان يعمل سنة لينعم سنة يبقى العمل ناجح، إنما يعمل ساعة لينعم يوما، يعمل يوما لينعم أسبوعا، يعمل أسبوعا لينعم شهرا، ينعم شهرا يعمل شهرا لينعم عاما. إذا فكل عمل نقيس الزمن الذي تنتفع فيه بثمرات العمل مع الزمن الذي أهلك لأن تأخذ هذه الثمرات. فإن كانت المدة متساوية في الأسرار فلا تخسر، إن كانت أقل في الأسرار، إن كانت أجل في الأسرار. فسنسلم جدلا أنك أخذت متوسط الأعمار، كيف تتنعم هذه المدة؟ ستتنعم على قدر إمكانياتك وتصوراتك في النعيم. لكن إذا آمنت باليوم الآخر وأنه جزاء على العمل الصالح في دنياك فماذا يكون موقفك؟ سآخذ زمنا لا حدود له، قارنه بالزمن المحدود في مستقبلهم. إذا هذا زمن لا حد له، حدود، وأيضا زمن متوقع فلم تختبر فيه، وزمنك مظنون، وأيضا فإمكانياتك نعيمك على قدر إمكانياتك في الأولى، ولكنها على قدر إمكانيات ربك في الثانية. فقارن إذا بين زمن محدود بزمن ليس محدودا، وقارن زمنا متيقنا بزمن مظنون، وقارن تنعما على قدر إمكانياتك بنعيم على قدر إمكانيات ربك. إذا فالذين يؤمنون هم أطيب وأعقل الخلق جميعا، لأنهم أعطوا أنفسهم ما لا يمكن لكافر أن يأخذه أبدا، بل على العكس سيأخذها من النقيض إلى النقيض.